شباب مصر إلى الدور قبل النهائي من البطولة العربية للشباب المقامة في المملكة العربية السعودية بعد التغلب على منتخب المغرب 2-1 وريمونتادا بعد تأخر المنتخب المصري بهدف لمنتخب المغرب. قدر المنتخب المصري أنه يحرز هدف في الشوط الأول، هدف التعادل، وفي الشوط الثاني أحرز الهدف وقدر يحافظ على النتيجة عشان شباب مصر يصلوا إلى دور قبل النهائي من البطولة العربية. هنتكلم عن المباراة وعن الأجواء، وهنتكلم عن الجمهور العظيم، الجمهور المصري اللي في السعودية واللي في المدرجات واللي عامل شغل وشغل عالي قوي قوي. كل ده جوه الحلقة، بس تنساش اعمل لايك، اللايك مهم في شرح الحلقة، وقول رايك في الكومنتات، ويلا بينا. في لقاء عربي وديربي عربي تتكرر لتاني مرة، مصر في بطولة افريقيا لعبنا مع منتخب المغرب وفزنا 2-1، والنهارده بنفوزوا برضو 2-1، بس دول الشباب. النهارده شباب مصر لعبوا مباراة رائعة، وان كان برضو منتخب المغرب منتخب مش ضعيف، منتخب قوي، ولكن منتخب مصر ومدرب منتخب مصر قدروا ان هم ياخدوا اللقاء للحتة اللي هم عايزينها. بعد ما كانوا متأخرين في النتيجة في بداية اللقاء 1-0، احرزنا هدف في حوالي الدقيقة 30، الدقيقة 32، هدف التعادل. خلص الشوط الاول 1-1، احمد نادر كان احرز هدف التعادل، وصلاح مهاجم منتخب مصر رقم 10 قدر يحرز الهدف في الشوط الثاني عشان مصر تامن دفاعاتها الشوط الثاني. مصر ما لعبتش، يعني نقدر نقول كانت بتهاجم، لا، مصر كانت خلاص بعد الهدف امن بقى والدنيا حلوه، والهدف جاي من غلطه لمدافع منتخب المغرب بدل قدر يستغلها صلاح ويحرز هدف عشان يامن النتيجه لمصر 2-1. وبعد كده بقى المباراه في الاواخر شهدت شوية خشونة كده، يعني نرفزت ملعب، بس في الاول وفي الاخر احنا اخوات وكل حاجة. مبروك لمنتخب مصر، اللي مش هقدر اغفل دور الجمهور، الجمهور العظيم اللي كان في الاستاد النهاردة. يعني الاستاد تحس انك بتلعب في مصر، الجالية المصرية في السعودية كانت عاملة كرنفال النهاردة في الملعب، كان المنتخب بتاعنا بيلعب في استاد اسكندرية، بيلعب في استاد السلام، بيلعب في استاد برج العرب، في استاد القاهرة. جمهور مصري عظيم النهاردة كان بيوازر اللعيبة، واللعيبة فرحتهم النهاردة وقدر ان هم يكسبوا في اللقاء. يعني الدور قبل النهائي ممكن لسه هنشوف في مباراة بعد دي برضو، ديربي عربي تونس، هي الديربيات كلها عربية. تونس هيلاعب المغرب، لا سوري، تونس والجزائر، فيعني دربيات قصدي شمال افريقيا للعرب، مصر والمغرب وتونس والجزائر. هنشوف مين اللي هيقدر يصعد من اللقاء، بس نتمنى روح الاخوة. مبروك للمنتخب المصري، فوز وصعود مهمين جدا جدا ومستحق. منتخب مصر لعب مباراة جيدة، وبرضو المنتخب المغرب لعب مباراة جيدة، بس هي دورة كرة القدم ولازم فريق واحد يكسب. مبروك لمنتخب مصر. احمد نادر السيد النهاردة غلط كم غلطة كده، بس الحمد لله قاد منتخب مصر للصعود، وطبعا الجهاز الفني منتخب مصر وكل الجمهور المصري واللعيبة مليون مبروك، ودمتم في امان الله. سلام.